اختلط حابل التهديدات بوابل الشائعات، فطريق المطار التي تنتظر زحمة السياح غصت بزحمة سيارات علقت بين مطرقة الإجراءات الأمنية المشددة وسندان الطرق المقفلة. معلومات جادة تقاطعت لدى الأجهزة الأمنية وحزب الله تفيد عن إعداد تنظيم كتائب عبد الله عزام لعمل أمني يستهدف أحد مستشفيات الضاحية، تهديد رفع من الجاهزية الأمنية في الضاحية وتحديداً في محيط مستشفى الرسول الأعظم، حيث قطعت الطريق كلياً من المطار حتى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. عامل جديد طرأ صباحاً على المنطقة، حيث استقدمت حواجز أسمنتية ووضعت أمام محطة الأيتام التي يعود ريعها إلى المبرات الخيرية الإسلامية، مكفلة مدخل المحطة إقفالاً تاماً، ما خلق بلبلة في منطقة تضج بالشائعات، إلا أن القيمين على المحطة ومع إدراكهم للمرحلة الخطرة أزاحوا الحواجز واستأنفوا العمل في المحطة قرابة الساعة 9 صباحاً. أنه أخذنا بعض التدابير الممكنة اللي بتسمح أنه نحن نتابع وضعنا وضع العمل بشكل شبه طبيعي تقريباً. بعض الأمور اللي أخذناها أنه مثلاً نحن كمية المحروقات اللي موجودة حاولنا نخففها لأدنى ليفل ممكن، يعني تقريباً هيك في بعض الإجراءات الممكنة اللي نحن عمال بنقوم فيها اللي هي بتساعد على حركة الزباين أنه نلبي لهم خدماتهم إلى آخره، وكمان بنفس الوقت بيساعدنا ان احنا نستمر بالعمل ونعتبر حالنا حقيقة ان احنا مؤسسة تعمل من اجل الانسان، والانسان بحب الحياة وبده يكمل بالحياة، وحنشتغل نحن لاجلنا. بس نحن بدنا نوصل لهم الرسالة انه في عالم عايش هونيك، وبس يفهموا انه قصدك تقول انه الاجراءات الامنية مسكرة ابواب رزقكم بمعنى؟ هلا مسكرة ابواب رزقنا، بس لازم يعملوا لنا حل لهالمشروع، ونحن مع كل الاجراءات لحماية المواطن، بس لازم كمان المواطن يعيش لأنه هذا باب رزقه بدنا ناكل منه. انتوا المحلات هلا بالميلة جهة الرسول الأعظم، بتاني ميلة من الضاحية لرسول الأعظم؟ لا، على الخط الثاني من من المطار ل بيوصل للجولدن بلازا، كلهم مقفل لأنه ما في سيارات، ما في حدا، فالعالم قاعدة. كل أحد وكل شيء في الضاحية مستهدف، وعلى هذه القاعدة عدلت محطة الأيتام دوام عملها، فما عادت تفتح 24 ساعة على 24، وقررت إقفال المحطة ليلاً. أما جارها مطعم الساحة التراثي فيرفض التهويل، وهو الذي لطالما راهن على أنه إذا شعب الضاحية أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الوضع بمطعم الساحة وحول طريق المطار آمن جدا، لكن هيدي الإشاعات اللي عم تطلع، نحن للأسف عم نحب نأكد إنه مطعمنا فاتح عم يستقبل زواره، واللي بيحب يزورنا على المطعم أهلا وسهلا فيه، نتناول نحن وياه فنجان قهوة، طاولة غداء. بالعكس لازم نحن ما نتأثر بهذه الإشاعات، لأنه للأسف نحن عندنا موعد مع أبواب الصيف والسياحة، بدل ما نشجع على تفعيل وعدم بس هذه الإشاعات على الناس اللي حابة تيجي صيف بلبنان نطلع بهذه الإشاعات. للأسف نحن منأكد مرة واثنين ثلاثة أنه المنطقة آمنة. خدمة الناس قمة العبادة، كلام سار عليه السيد الراحل، تارك ناسه في عهدة سيد لطالما حافظ على الأمانة. نانسي السبع، قناة الجديد.